حكم الدعاء على الظالم جاز جائز الدعاء على الظالم. قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ودون ذلك جائز بقدر المظلمة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومن السوء بالقول الجهر على من ظلم، عفوا، يجوز الدعاء على من ظلم.